القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. يا أشار إيمانويل ماكرونا المرشح الأوفر حظا لقيادة الجمهورية الفرنسية أن المغرب سيكون أول وجهة له بمجرد أن يصبح رئيسا للجمهورية الفرنسية. وقال ماكرونا خلال حوار له مع مجلة جون أفريك الفرنسية أن المغرب وفرنسا تجمعهما علاقات صداقة قوية مبنية على مصالح مشتركة عاليا. كما أكد ماكرونا أنه سبق له زيارة الجزائر وتونس لكنه لم تتح له الفرصة بعد لزيارة المغرب الذي تربطه وفرنسا علاقات صداقة وشراكة اقتصادية استثنائية. وأبرز وزير الاقتصاد السابق في حكومة هولاند أنه يعول كثيرا على العلاقات الاقتصادية المتينة التي تجمع فرنسا ببلدان المغرب العربي على المستوى الاقتصادي. وأظهرت النتائج النهائية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية تأهل المرشح الوسط إيمانويل ماكرونا ومرشح أقصى اليمين مارين لوبين للجولة الثانية، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات وفق وزارة الداخلية 78%. وحصل أصغر مرشح لسباق الرئاسيات ماكرونا على 23.75%، بينما حصلت لوباني على 21.53%، والمرشح المحافظ فرانس وفيون 19.91%، في حين حصل المرشح اليساري جانب لوك ميلان جون على 19.64%. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.